دعونا نقرأ يعني أهمية هذه الزيارة والاتفاقات والاتفاقيات التي تم إبرامها ما بين الجانبين. ساعدنا في هذا الإطار أن ينضم إلينا من نيو دلهي الدكتور وائل عواد، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور وائل، مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أهلا بحضرتك. يعني دكتور وائل، بداية يعني خلينا نفهم من حضرتك أكتر قيمة وأهمية دعوة الهند لرئيس مصر ليكون ضيف شرف احتفال الهند بيوم الجمهورية. طبعا لا شك لأن هذا اليوم يشكل يوما هاما بالنسبة للهند، لأنها تقوم في كل عام بدعوة شخصية هامة رئيس دولة للحضور هذه الاحتفالات كضيف شرف، حيث تقوم بالعروض العسكرية والفلكلورية والثقافية التي تعبر عن عمق الحضارة الهندية. كذلك الأمر تستمر هذه العروض خلال فترة وجود ضيف الشرف، وبالتالي هي تركيز وتأكيد على أهمية دور مصر وموقعها الجيوسياسي في خارطة عالمية بين ثلاث قارات رئيسية، آسيا وأوروبا وأفريقيا، خاصة وأن الهند أيضا تتطلع إلى استثمارات كبيرة في أفريقيا وتنافس الدول العظمى للدخول إلى الأسواق هناك، وبالتالي مصر ربما هي تكون البوابة الرئيسية لهذه الاستثمارات، وعلى مصر أن تستفيد من موقعها ومن علاقاتها الوطيدة مع الهند لتعزيزها والارتقاء بهذه العلاقات كما تحدث الزعيمين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الشراكة الاستراتيجية. نعم، ويعني خلينا نوضح أكثر لو تسمح لي للسادة المشاهدين مفهوم أنه العلاقات ما بين الدولتين يعني يتم الدفع بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ما الذي يعنيه ذلك؟ طبعا الهند أصبحت من الدول القادرة على الاستثمار في البنية التحتية في العديد من الدول وتبحث عن مناطق للاستثمار الخارجي، هذه من ناحية. أيضا نوعت من سلاحها ومن قدراتها العسكرية واقتصادها قوي جدا، لذلك هي تبحث عن مصادر للمواد الأولية، وتشكل مصر بالنسبة للهند رامي مصدر أساسي للكثير من المواد الخام التي تستوردها الهند لإنتاجها. وهي ترى ايضا في مصر دوله عربيه كبيره، اكبر دوله عربيه بالتعداد السكاني وحجمها كبير جدا، وبالتالي جيد الاستثمارات والمناخ المستقر هناك، لذلك هي فرصه كبيره جدا بالنسبه للاستثمار في مصر. كذلك الامر مصر تتطلع الى سياسه التوجه شرقا وخاصه للتعاون مع الهند التي تستورد المواد الخام وايضا السماد الكيماوي وبالاضافه الى الغاز المصري، وترغب بالتنقيب على النفط والغاز في البحر المتوسط، وترغب ايضا في تعزيز دورها في مشاريع في قناه السويس. كل ذلك يدل على ان هناك مصالح مشتركه تعود بالفائده لشعبي البلدين، لذلك هي الشراكه الاستراتيجيه ليس فقط في مجال الاقتصادي والسياسي باعتبار انها دولتان حضاريتان تريدان ان تعززان ايضا من دورهما على الساحه الدوليه بعيدا عن الهيمنة الغربية الأمريكية. نعم، يعني طب خلينا برضو نستفيد من خبرة حضرتك، وما هي أبرز المجالات التي يعني تتميز بها الهند وممكن من خلالها أن مصر تستفيد من خبرة الهند في هذه المجالات؟ يعني حسب معلوماتي الهند متميزة في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا والسيارات والأثاث، هل هناك قطاعات أخرى يعني يمكن من خلالها أن ننظر إلى تعاون مشترك بالفعل أو حجم استثمارات جيد من الجانب الهندي في مصر؟ طبعا كما تفضلت قطاع التكنولوجيا والاتصالات من أهم القطاعات، الهند رائدة في هذا القطاع، كذلك مجال الفضاء والتكنولوجيا الفضائية، الهند رائدة في هذا المجال ومصر تتطلع إلى الاستثمار أيضا في هذا المجال، لذلك قامت مركز المعلومات في مصر لمثل هذه الموارد من الهند، تدل على أن مصر أيضا تتطلع لأن يكون لها دورا على الأقل في الاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة لدى الهند. كذلك الأمر علينا أن نتذكر أن الهند ومصر من الدول التي كانت تعتمد بشكل أساسي على سلاح الاتحاد السوفيتي السابق، ولذلك هناك رغبة في إنتاج عسكري مشترك بين البلدين بما فيه إعادة الإنتاج المواد والقطع الغيار التي يتم بيعها ليس فقط للدولتين ولكن لدول ما زالت تعتمد على السلاح الروسي. كل ذلك دليل على أن هناك فرص كبيرة جدا وآفاق واسعة للاستثمار واستفادة مصرية بشكل مباشر من رأس المال الهندي الكبير القادر على الاستثمار والاستفادة من توفير هذه المناخ لمثل هذه الاستثمارات.
نعم، من ضمن القطاعات اللي تم الحديث أيضا على تعزيزها هو قطاع السياحة. من خبرة حضرتك، يعني مصر بما لديها من مقومات سياحية، إيه أبرز القطاعات في قطاع السياحة اللي ممكن تكون بتستهوي المواطن الهندي؟ طبعا الهند كالصين من الدول التي بدأت الطبقة المتوسطة تنمو بشكل كبير. نحن نتحدث عن أكبر كثافة سكانية في العالم الآن، الهند تحتل هذه المرتبة، سبقت الصين نعم بمليار و400 مليون نسمة، وبالتالي الطبقة المتوسطة تتجاوز 600 مليون نسمة، هذه أرقام خيالية. إذا كانت مصر بحضارتها وآثارها الكبيرة استفادت من نسبة كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة الهندية، هذا يكون من الفرص الكبيرة وعصب السياحة. أنت تعلم رامي أن السياحة هي عصب الحياة الاقتصادية في مصر، نعم. لذلك على مصر أن تستفيد من هذه الفرصة الكبيرة جدا. أولا أن توفر بنية تحتية جيدة، أن تقوم بزيادة الرحلات الجوية ليس فقط إلى مومباي ولكن العاصمة دلهي وإلى أكثر من مدينة هندية، وتعزيز دور السفارة المصرية في الهند والقنصليات العامة لمصر هنا، لكي يتم من خلالها التوفير المجالات والتسهيلات للهنود للحضور إلى مصر. هناك نعم. علاقات وثيقة وقوية جدا بين البلدين، والشعب الهندي يحب الشعب المصري منذ أيام جواهرلال نهرو والزعيم جمال عبد الناصر، لذلك على الطرفين أن يستفيدا من هذه العلاقات التاريخية بما فيهما صحتهما في هذه العصر، خاصة هذا أننا نمر في مرحلة هذا ما مصعبة. نتطلع إليه بالفعل. وأخيرا لو تسمح لي دكتور وائل أيضا أن نطل على صدى هذه الزيارة من خلال متابعتكم لوسائل الإعلام الهندية، كيف تنقل تفاصيل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند؟ طبعا تم نقل مباشر للاستقبال في القصر الجمهوري وللقاءات ومؤتمر الصحفي من جميع وسائل الإعلام الهندية، وهناك تغطية كافية جدا. كذلك الأمر علينا أن نتذكر يوم غدا يصادف عيد الجمهورية، وحيث سيكون الرئيس ضيف الشرف، سيكون هناك نقل مباشر لهذه الاحتفالات الهندية، وهناك مشاركة كبيرة جدا من جميع القنوات الهندية في تغطية هذه الزيارة وإلقاء الضوء على العلاقات الهندية المصرية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة من نيو دلهي. كان معنا الدكتور وائل عواد، أستاذ العلاقات الدولية.